الكفر 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 ونقضهم الميثاق الكفر الكفر عند أهل الكتاب طبعا الكلام الكفر عند أهل الكتاب ونقضهم الميثاق وقتل الأنبياء وقولهم وإصرارهم على أنهم قتلوا وصلبوا المسيح عليه السلام وقد طبع الله على قلوبهم وعلم سبحانه وتعالى أن لا يؤمن منهم إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمن منهم إلا القليل ومع ذلك كله شاء الله العليم العزيز الحكيم أن يبقي المسيح ابن مريم حيا وأن يرفعه إليه وأن يدخره لليوم الموعود. ماذا يفعل في اليوم الموعود؟ الذي يكون فيه وزيرا وسندا ومعينا لمهدي آخر الزمان عليه السلام. لاحظ حتى يخلص ويهرب التيمية من هذا ماذا فعل الخط التيمي؟ أصلا أنكر وجود المهدي، ملع وجود المهدي، دفن وجود المهدي وقالوا المسيح هو المهدي، خط وخيط باطل. إذن الكفر ونقض الميثاق وقتل الأنبياء وقولهم وإصرارهم على أنهم قتلوا وصلبوا المسيح عليه السلام وقد طبع الله على قلوبهم وعلم سبحانه وتعالى لا يؤمن منهم إلا القليل ومع ذلك كله شاء الله العليم العزيز الحكيم أن يبقي المسيح بن مريم حيا وأن يرفعه إليه وأن يدخره لليوم الموعود الذي يكون فيه وزيرا وسندا ومعينا لمهدي آخر الزمان عليه السلام. فهل خلية الأرض من وجود شخص من صلحاء الناس من المسلمين وغيرهم يولد في عصر الظهور في ظروف طبيعية وضمن عمر زمني طبيعي دون الحاجة إلى معجزة الشبيه والرافع والإبقاء على حياته لآلاف السنين وتحمل عداءات وتكذيبات وافتراءات وسخرية واستهزاء الناس بالثلة المؤمنة ممن يصدق يقينا بحياة ووجود وظهور المسيح آخر الزمان؟ لماذا هذه الإطالة؟ يولد في وقته ويتحقق هذا؟ أقول لا جواب. عندكم جواب؟ لا جواب، لا جواب إلا كون. ما هو الجواب؟ إلا كون الحكمة الإلهية، هذا هو الجواب، إلا كون الحكمة الإلهية تقتضي ذلك، وأن علمها وأن علم هذه الحكمة نعلم بهذه الحكمة هذه العلة لا نعلم بها، وأن علمها عند الله تعالى. إذن ما هو الفرق للعقول، للمؤمنين، للأتقياء، للأنقياء، للمنصفين، للعقلاء، للبشر، لبني الإنسان، لبني البشر؟ أقول إذن ما هو الفرق بين الحكمة في بقاء المسيح عليه السلام؟ إذا مع وجود حكمة تقول تسلم بوجود حكمة، إذن ما هو الفرق؟ إذا وجدت هنا حكمة ممكن أن توجد هنا حكمة، فلا تستخف بالمقابل، التفت جيدا. نحن نريد أن نصل إلى هذا، نحن لا نكفر ولا نبيح الأعراض ولا الدماء ولا الأموال، نحترم الآخرين، نحترم آراء الآخرين، نحترم أفكار الآخرين من التيمية وغير التيمية. هذا هو نقاش علمي، نحن نناقش النقاش العلمي، ليس عندنا مشكلة مع شخص. لذلك نصحنا الحكام، نصحنا علماء التيمية، علماء السلفية أن ينقذوا أنفسهم وينقذوا مذهبهم وينقذوا السلفية. نتمنى أن يكون المذهب السلفي كباقي المذاهب، ينفتح إلى الآخرين وينفتح عليه الآخرون ويحترم بعضنا رأي الآخر وشخص الآخر، وكلنا نشترك بعنوان عام، عنوان أهل القبلة، عنوان الإسلام بعنوانه العام، بأي عنوان تشاؤون، لا مشاحة في الاصطلاح وفي التسميات. إذن أقول ما هو الفرق بين الحكمة في بقاء المسيح عليه السلام والحكمة في بقاء المهدي عليه السلام؟ إذا وجدت هنا حكمة ممكن أن توجد هنا حكمة. هذا الكلام لمن يستخف بكيف يبقى وكيف يغيب ولماذا يبقى ولماذا لا يوجد في وقته وكيف يبقى طول هذه المدة يبقى حيا. إذن بل الأولوية تكون للمهدي عليه السلام، من حيث أنه لاحظ إذا كان عندنا إعجاز وأكثر من معجزة حتى يبقى المسيح عليه السلام، وهو الوزير وهو المعين وهو التابع وهو المأموم، فهل نستصعب ونستكثر المعجزة في بقاء الأصل، في بقاء الإمام الأصلي، في بقاء الولي الأصلي، في بقاء الخليفة الأصلي، في بقاء الحاكم الأصلي، في بقاء المهدي عليه السلام؟ أقول إذن ما هو الفرق بين الحكمة في بقاء المسيح عليه السلام والحكمة في بقاء المهدي عليه السلام؟ بل الأولوية تكون للمهدي عليه السلام، من حيث أنه
الأمير والأفضل والأشرف والأكمل من سيدنا المسيح عليه السلام، وأن المسيح يشهد بهذا، هو يشهد بأفضلية المهدي، فلا يرضى أن يكون إماما والمهدي مأموما. إضافة إلى كون فترة بقاء المهدي عليه السلام أقصر من فترة بقاء المسيح عليه السلام بمئات السنين، فإذا تحقق الأطول والفترة الأطول فبالأولى ممكن أن تتحقق الفترة الأقصر. إذن الآن فقط نتحدث عن الإمكان، ممكنة أم غير ممكنة؟ ممكنة هذه، بالأولى الإمكان، هذا الإمكان أولى من الإمكان في قضية المسيح، وهذا ممكن وهذا ممكن، هذا مقدور وهذا مقدور. الآن هل تحقق أو لم يتحقق هذا بحث آخر، لكن الآن نتحدث مع من يستخف بهذه القضية. إذا تستخف بهذه القضية فاستخف بالقرآن، ليست أساطير اليهود ولا من كيس فلان أو من جيب فلان أو من حمل فلان، ليس هذا، وإنما هذا هو قرآن.